أما ما يثير من فتح السدود التركية وإطلاق كميات كبيرة من المياه باتجاه نهري دجلة والفرات، حقيقة هذا الموضوع غير صحيح. كل المؤشرات وكل المعلومات اللي تتابعها وزارة الموارد المائية واللي تصدر عن الجانب التركي تشير إلى أن السدود التركية آمنة، لم تتأثر بآثار الزلزال، وهنالك متابعة لكل البيانات والمعلومات الصادرة، والإيرادات هي بمستواها الطبيعي حاليا سواء في نهري دجلة أو الفرات مقارنة بالفترات الماضية من الإطلاقات المائية. حقيقة كوادرنا مستنفرة الآن في عملية تدقيق ومتابعة مشاريعنا وبالذات مشاريع السدود. المؤشرات كلها إيجابية، المؤشرات الحمد لله سواء في سد الموصل أو سدودنا في دوكان ودربندخان وإدهوك، واليوم إحنا في جولة أيضا في سد بس في محافظة كركوك. سدودنا آمنة ومستقرة، لم تتأثر نهائيا في موضوع الهزة الأرضية. لذلك إحنا أيضا ضمن برنامجنا وتوجيهات معالي السيد الوزير سنعمل بالفترة القادمة على تحديث منظومات الرصد الزلزالي وكذلك أجهزة الاستشعار تحسبا للظروف القادمة. موجات الأمطار اللي ساقطت خلال الفترات الماضية أعتقد هي 3 موجات كانت، حقيقة تركزت مناطق الوسط والجنوب. نعم خدمتنا بشكل كبير في توفير الرية الأولى وكذلك يعني نسبة كبيرة من الرية الثانية للموسم الزراعي الشتوي، أيضا أغنتنا بشكل كبير في زيادة إغمار مناطق الأهوار، أيضا في دفع اللسان الملحي في محافظة البصرة، إيصال المياه من خلال خطط وضعتها وزارة الموارد المائية فعل الوزارة نتيجة لتساقط الأمطار وضغط المياه التقليدية أو السطحية ناورت من ناحية الإطلاقات المائية، وبالنتيجة حافظت على الخزين المائي من جهة ووجهت مياه السيول اللي وردت من الجانب الغربي أو الجانب الشرقي أمطار لتعزيز المحافظات اللي عانت من الشحة مائية، أغنت الأهوار بكميات كبيرة من المياه واليوم نسب الإغمار متقدمة والحمد لله، وكذلك ساهمت في تخفيض معدلات الملوحة في شط العرب.